أقوى صحة في مصر. نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين، مع أفضل خدمة مستمرة خلال 24 ساعة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لنا، بمستشفيات نيو هارت المعلمين بالقاهرة ومستشفى النهار بمدينة نصر، وأفضل علاج للأورام بالإشعاع مع خدمة IMRT بمستشفى الخير بالمنصورة والأولى بدلتا مصر. للتواصل مستشفيات المعلمين بالقاهرة 010-688-72-33، الأنجلو 010-28-03-757. نيو هارت اسمي يعني صحة المصريين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتعليم جديد في برنامجكم روشتة تعليمية. قبل نبدأ حلقتنا النهاردة بنقول للمصريين كل سنة وانتم طيبين بعياد الميلاد المجيدة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الكنيسة والجامع اللي هم أبهروا العالم بالكامل. هم أبهروا العالم، لكن احنا نسيج واحد، احنا كيان واحد، احنا مصريين، وده حق على كل واحد فينا. مصر الحمد لله فازت بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، كان تشريف كامل، أو فزنا بأصوات عالية جدا فيها، وكان دي إن قوة مصر أو سياسة مصر الخارجية، أو الناس كلها بدأت تتجه إلى بلدنا. بنهني نفسنا وبنهني الشعب المصري بفوز نجمنا الكبير محمد صلاح في أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2018. إحنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات وكان عندنا زوج وزوجة، واتكلمنا عن التعليم وسمعنا الرأي والرأي الآخر فيها، وبنقول للناس انتظروا خير. التعليم الجديد كويس، ننتظر خير كويس إن شاء الله بإذن الله. وزي ما احنا قلنا قبل كده، احنا لا مع حد ولا احنا ضد حد، ولكن طبعا ورد للبرنامج مستندات كتيرة جدا من معلمين في محافظة أسوان، مستندات كتيرة جدا جات للبرنامج، واحنا قلنا قبل كده مش هنسكت، ولكن حق الرد مكفول لأي حد. احنا بنعرض ونعرض المستندات اللي عندنا، ولكن حق الرد مكفول لأي حد ان هو يرد على المستندات. ودي مستندات وردة احنا مش جايبينها من عندنا، ولكن معلمين أسوان هم حاجات كتيرة جدا جات. الحاجات الكتيرة دي اللي انا قلت قبل كده في حلقه سابقه، ان مديريه التربيه والتعليم في اسوان في اهمال كبير، قلت في انهيار في العمليه التعليميه، قلت المعلمين في حال نفسيه سيئه فيها. ده اللي شجع الناس ان تبعت للبرنامج مستندات كتيره، حاجات مش عارف احنا يعني، احنا في تعليم جديد، في صور التعليم، ولسه الحاجات العقيمه دي موجوده، او لسه سلبيات دي موجوده. ده اللي خلى المعلمين بعثت المستندات للبرنامج. رغم ان نائب الوزير وكان نقيب المعلمين في اسوان وبداوا يحلوا المشاكل هناك، لكن تقريبا ان هي عزبه فيها على اللي انا شايفه من المستندات اللي عندي هنا. لا، كلام غلط، في حاجات كتيره غلط. لا، هتصح امتى الحاجات دي؟ في بدايه التعليم الجديد. يعني انا همسك جزء بسيط جدا من المستندات اللي جات
او حاجه، بيقول لك ان في عندي مدير التعليم العام في اسوان ما يعرفش شيء عن الاداره التعليميه، ده اللي مكتوب. عمل ايه؟ جاب زوجته معلمه طبيعه وكيمياء، والناس بتعاني من العجز عندنا، ونقلها للمعامل، وبعد كده راح نقلها للمكتب توجيه المكتبات الناس لبعضيها. جاب اخت زوجته فيها معلمه لغه عربيه، واحنا بندور على اي مدرس لغه عربيه نسد بيه عجز فيها، وراح نقلها لقسم المشاركه المجتمعيه. ما اكتفاش على كده، لا ده بيقول لك كمان جاب اخت مش عارف مين تاني، وهي برضه معلمه لغه عربيه، اللي بندور على معلم لغه عربيه، واتنقلت الى عمل اداري بالمديريه. يعني نسيب العمليه التعليميه خربانه، نسيب الفصول ما فيهاش مدرسين لغه عربيه، ونحولهم الى ديوان المديريه. المشكله بقى الكبيره اللي بعتنها معلمين اسوان، ان بيقول لك في المسابقه الاشرافيه رقم 5 لسنه 2017، ايه اللي حصل فيها بقى؟ ان زوجة فلان وزوجة فلان نجحوهم في المسابقه، عملوا لهم مسابقه مخصوصه. ايه اللي حصل بقى في المسابقه دي؟ فيها ان واحده طلعت موجهه صحافه والتانيه موجهه مسرح. دي مسابقه يا جماعه، يمكن نجحوا المسابقه، في ناس متقدمه، في ناس نجح. قال لك لا، دي اتعملت المسابقه رقم 5 لسنه 2017 اني مخصوص عشان فلانه تطلع موجهه مسرح وفلانه تطلع موجهه ايه؟ صحافه. ومش عارف بنت اخو مين معلمه انجليزي، معلمه انجليزي لغه انجليزيه اللي فيها العجز، علشان ما تتنقلش في توزيع سد العجز من مكان لمكان فيها، نقلوها مكتب التعليم الاعدادي. يعني راحت وظيفه اشرافيه في التعليم الاعدادي. لا، هو ايه اللي بيحصل في اسوان؟ هي عزبه، هو كل واحد فيها ليه قريب او مسؤول او معرفه. الناس واحنا بندور على معلمين اللغات، بندور على معلم لغه عربيه نسد بيه العجز، وهم بيفصلوا التفصيلات اللي عليهم. جالنا ايه تاني بقى؟ بيقول لك ان ده مستنداتها جايه اهي. بيقول لك خالف مدير عام التعليم العام موانع الامتحانات، واحنا عارفين الامتحانات بتقول ايه، شروط الامتحانات بتقول ايه فيها. ايه اللي حصل فيها؟ طيب في اتصال، ناخد الاتصال ونرجع نكمل اللي احنا فيه ده فيها. اهلا وسهلا حاج ضياء. اهلا بيك يا فندم، وبشكر اهتمامكم بالتعليم، وفعلا يعني البرنامج بتاعكم حقيقي اسم على مسمى، روشتة للتعليم. الحاج ضياء منين بالظبط؟ من اسوان يا فندم. اهلا بيك يا حاج ضياء، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. احنا بنتكلم في اسوان اهو، بنتكلم في اسوان احنا اهو. اتفضل. يا فندم، وسيادتك اللي انت شرحته ده جزء قليل من معاناه بنعانيها في اسوان لخرق القانون وهدمه على حساب العمليه التعليميه. يعني الكلام اللي انا بقوله ده كلام صح؟ يا فندم موثق، موثق، ولا احد يستطيع ان ينفيه او التشكيك فيه. اتفضل يا حاج ضياء، اتفضل. يعني هو احنا مع الاسف، يعني احنا وزير التعليم اكن له كل تقدير واحترام، راجل يعني دايما يفاجئنا ان انا يعني برامج لاصلاح التعليم، ولكن انا بقول لسيادته اصلاح التعليم مش هيتم الا بنيه صادقه لاصلاح التعليم. وليه الصديقه دي؟ لازم نبدا بحسن اختيار القيادات الكفاءات، ان احنا نحط الرجل المناسب في المكان المناسب. وده هتكون اولى خطوات الاصلاح، انه يكون لا مكان للمحسوبيه ولا للمجاملات نهائي. لكن في اسوان الوضع كله محسوبيات وخرق للقانون. يعني استغلال الظروف الانفلات اللي كان بتمر به البلاد، فجاه كده لقينا موظف علاقات عامه في مديريه التربيه والتعليم على مدار اكثر من 20 سنه
مديرا عاما للتعليم. ما هو ده يا حاج ضياء، ده المستند اللي معايا انا بتكلم فيه، ده المستند اللي بتكلم فيه. الكلام ده حقيقي؟ حقيقي. واللي انت قلته فعلا يخصه. ما هو باشا هو فجأة ابو جم مدير عام تعليم عام، فابتدى يتعامل يعني بالعزبة كانها عزبة. يعني ابن اخوه، طالب يمتحن ثانوية عامة، يقوم مدير التعليم العام يخالف النشرة والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بشأن موانع الامتحانات في النشرة رقم 1 في 23/11/2017 اللي عاملها سيادة الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الحالي. ده في موانع، في موانع يا حاج ضياء. يعني ازاي ابن اخوه بيمتحن ثانوية عامة وهو موجود؟ ده في موانع. ويبقى يا فندم عضو في غرفة العمليات الثانوية العامة ورئيس اللجنة الثلاثية اللي مشكلة في المديرية للإشراف على امتحانات الثانوية العامة. يعني أنت بتشرف على مراقبين ولجان وامتحانات وتوزيع الأسئلة وابن أخوك بيمتحن. طب إيش دراية إن إحنا الامتحان ما تصغرش وراح لابن أخوك؟ وخاصة ابن أخوك ده مستواه العلمي ضعيف. طب يا حاج ضياء، إحنا بنعرض المستويات دلوقتي على الشاشة اللي هي وصلت لنا من معلمين أسوان على الشاشة. أيوه. أدينا بنعرض، أدي في مؤيسات وفي فواتير، حاجات غريبه جدا. طب ما تقدمتوش ليه بلاغات للرقابه الاداريه لمحافظ اسوان لوزير التربيه والتعليم؟ المستندات معروضه على الشاشه يا حاج ضياء اهي. يا فندم تخيل سيادتك، المستندات دي راحت في يد الوزير. انا شخصيا بعتها له على الواتس بتاعه وعلى الواتس لنائب الوزير للتعليم العام وعلى الواتس لنائب الوزير للتعليم الفني. يعني سيادتك الفواتير اللي انت شايفها دي كمان دي مصيبه كبيره بقى. في حاجه اسمها مشروع راس المال في مدارس الصناعيه للتعليم الفني. ما انا شايف اهو معايا، اهو معايا الورقه. لتصنيع تخت الطلاب. تخيل سيادتك يروح يضرب فواتير يقول فيها ان سعر متر الخشب المسكي 7150 جنيه. في حين ان سعر الخشب كان ب 5600 وعمره ما وصل للكلام ده. ومدرسة اسم الصناعية هي اللي كشفت التحايل على استيلاء المال العام، لان هم اللي التزموا بسعر السوق الحالي اللي هو 5600 جنيه. طب لحظة يا حاج ضياء، لحظة بس معايا. الكلام اللي بتقوله ده كلام خطير جدا، والمستندات دي خطيرة جدا. كلام موثق وبعلم مدير مديرية التربية والتعليم السيد الفيومي اللي بيتباهى بصلة قرابة مع السيد الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم. لا لو سمحت. نعم. لا الدكتور محمد عمر ولا الوزير يرتبطوا بقرابه مع اي حد من قريب او من بعيد. انا بقولها اهو دلوقتي على الهوا اطلاقا، ولا بيسندوا حد. هو اللي بيشيع كده، انا ما بتجناش عليه. الكلام ده تحت مسؤوليتك انت مش البرنامج. ايوه انا تحت مسؤوليتي يا فندم. بيتباهى بيه ان هو تربطه مصر الحرامه وساكن معاه في نفس العماره. واخد بالك؟ مفيش مناسبة إلا ما بيسرد الكلام ده، والدليل على كده إن الكلام ده اتبعت لنائب الوزير الدكتور محمد عمر على الواتس بتاعه في إيده يا فندم. بس كده يا حاج ضياء معلش لحظة، مستحيل المستندات دي تكون وصلت للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. أو وصلت للدكتور محمد عمر، لحظة بس. أو وصلت للدكتور محمد عمر وسكتوا عليها إطلاقًا. لا الدكتور محمد عمر ولا الوزير بيتستروا على فساد او بيتستروا على غلط اطلاقا. انا بقول لك بالكلام. انا عايز مبرر للسكوت عنه ليه. وانت والرسائل استلموها على الواتس، انا بعتها لهم واستلموها على الواتس. لا اكيد مستحيل تكون وصلت الوزير او وصلت الدكتور محمد عمر وسبته اطلاقا. يا فندم الرقم ده بيتكلم عليه الدكتور محمد عمر وبيكلموه المعلمين هنا في اسوان. واخد بالك؟ يعني انا من ساعه ما انا من كتر ما انا بكتب رحت نشرت الرقم بتاعه. وادي يا اخوانا الرقم يا رقابه اداريه، انا بعت وبلغت نائب الوزير والوزير ان احنا مطلوب ان هم يبعثوا لنا لجنه لفحص مشروع راس المال. فحص مشروع راس المال في استيلاء على المال العام يقدر بمبلغ فوق ال 800,000 جنيه، ما يقرب من مليون جنيه تقريبا، لمدارس عبد الله شرقاوي في اسوان اداره الصناعه التعليميه، مدرسه كامل يعقوب مدرسه في اداره قصر النوبه، مدرسه كامومبو الصناعيه. مدرسه كامومبو الصناعيه يا فندم في شكوى عملها. انا عايز ايوه في الشكوى دي في ايدي. بص يا حاج ضياء معلش، انا الشكوى دي في ايدي استاذ ثابت احمد محمود اللي هو بلغ على الفساد واتنقل.
اللي صح؟ هو الاستاذ صح كده؟ الاستاذ ثابت. ايوه. طب انا هعرض برضو الشكوى معلش لمخرجنا الاستاذ احمد. انا بعرض دي الشكوى اللي تقدم بيها مدير المدرسه وقال في فيها، فبالتالي فاللي حصل اني ان حصل ان المدير ان هو اتنقل لحد دي انا بعرضها اهو، ان هو اتنقل الصوره على الشاشه قدامنا. مقدمه للثابت اهو ده يا فندم كاتب وماضي وخادم مدير مدرسه اللي بيقولوا بياخدنا الفلوس مدير, مدير مدرسه كومومبو الثانويه الصناعيه يا استاذ حاج ضياء. ده اللي تقدم وشارح فيها الحاجات، وادي صوره الشكوى على الشاشه متواجده اهي، وده بيقول ان هو اتنقل عشان كشف الفساد. هل الكلام ده معقول في ظل تعليم جديد، في ظل سياسه جديده، ثوره تعليم جديده فيها يا حاج ضياء؟ هو حضرتك ده اللي بيحصل الكلام ده يا فندم، بيحزنني بيحصل في عهد الرئيس السيسي. الرئيس السيسي شال كفنه على ايده لانقاذ مصر. الرئيس السيسي وجيش مصر العظيم، ابنائنا بيضحوا بدمائهم الذكيه في كل شبر فيك يا مصر عشان يوفروا لنا الامن والامان لينا ولولادنا. والله أنا والله يا حاج ضياء انا مش عارف الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل ايه ولا هيعمل ايه، بس يعني الامن والامان ده يعني يرتاح فيه. يا حاج ضياء معلش، يا حاج ضياء لحظه بس، لحظه بعد اذن حضرتك. هو حضرتك في الحقل التعليمي ولا بره الحقل التعليمي؟ لا يا فندم، انا كنت عضو مجلس محلي ورئيس هيئه التعليم، عشان كده بيكون عندي خلفيات وبفهم اللي بيدور. يعني انا كنت رئيس التعليم مجلس محلي محافظه اسوان بالكامل. كنت رئيس لجنه التعليم مجلس محلي المحافظه. طيب كويس، بحكم ان انت برضو كنت في موقع مسؤوليه فيها. المستندات دي اللي المستندات اللي هي جات لي البرنامج، واللي انت عرضتها واللي انت اتكلمت فيها في المداخله دلوقتي سليمه 100%، وكل كلمة وكل حرف سيادتك قلته سليم 100%، واتحدى ان حد يشكك فيه ولا ينفي اي حاجة فيه. ومشروع رأس المال نفس الطريقة يا فندم. مشروع رأس المال ده بيتعمل في المدارس الصناعية، ده انت سيادتك مشروع رأس المال ده استولى على الفلوس بتاعته، والنتيجة ان شفت ان في طلبة في مدرسة في تابعة لنصر النوبة، المدرسه دي التلاميذ افترشوا الارض في بدايه العام الدراسي. انا مستغرب لحاجه في مدرسه كومومبو هنا في الشكوى او في المستندات اللي جايه، ان بيقول لك الحاجات اللي بتطلع من ورشه النجاره انها بتتباع بمبالغ كبيره جدا. دي اتباعت بالامر المباشر ازاي؟ طب انتوا فين؟ هو يا فندم القصه ايه؟ ان هم مشروع راس المال ايه؟ بيكون في مبلغ الجاي مثلا من الوزاره للمديريه عشان يصنعوا تخت في داخل المدارس، ودي هتكون يعني طبعا دي هتكون طبعا فيها وفره في التكلفه لان بيعملوها المدرسين مع ايه؟ مع ابنائنا الطلاب. بس سيادتك فبيجيبوا بناء على الكلام ده في المبالغ المتاحه ليهم، مثلا يعني مثلا اعتبر انت مدرسه نص مليون جنيه قالوا لها صنع صنعينا تخت، فالمدرسه بتنزل تجيب عروض اسعار. مدرسه كومومبو الصناعيه ومدرسه عبد الله شرقاوي في مدينه اسوان ومدرسه كامل يعقوب بنصر النوبه جابوا عروض اسعار مبالغ فيها جدا، ان سعر متر الخشب 7150 غير الضريبه، وده ما حصلش ابدا، لم نصل لهذا السعر حتى الان. يا حاج ضياء، انت منين في اسوان بالظبط؟ نعم؟ انت منين في اسوان بالظبط؟ انا يعني انا ابعد عن مدينه اسوان حوالي 2 كيلو، قريه اسمها قريه ابو ريش قبلي. ابو ريش قبلي. طيب سمعت عن المسابقه اللي اتلغت بتاعت الوظائف الاشرافيه؟ دي يا فندم المسابقه رقم 4 اتلغت فعلا في 2016، وعبثوا في المسابقه الاشرافيه اللي هي رقم 5 ل 2017 اللي اعلنوا فيها لوظيفه موجه صحافه وموجه مسرح، وزي ما انت قلت بالظبط كده. معايا المستند ده، معايا. تخيل بقى السنه دي برضو عبثوا بالمسابقه الاشرافيه. تخيل في ناس حملت دكتوراه وماجستير يسقطوا في المسابقه الاشرافيه عشان يقيموا بالعمل ناس على هواهم. تخيل انت قسم الزخرفه مدرسه 25 سنه ومؤهل عالي، والان بتشرف على مهرجان طيبه الدولي الخامس، تخيل يسقطوها في المسابقه الاشرافيه. تخيل ان واحده
بتشرف على مهرجان يا حاج ضياء. يا حاج ضياء اللي انت بتقوله ده انا في مستندات جت بالكلام ده ان المسابقه سقطوا الناس المتقدمه للمسابقه واصبح حاليا مفيش حتى درجه مدير عام، مفيش درجه مدير عام حتى لاي مدير اداره من الادارات المتواجده في محافظه اسوان. مفيش مدير عام فعلا؟ هل اسوان ما فيهاش قيادات كلهم؟ مفيش حد مدير عام؟ ايه ده ليه؟ لمصلحه مين؟ محافظه بالكامل، محافظه بالكامل فيها ادارات تعليميه ما فيهاش مدير عام، مفيش درجه مدير عام واحد. ان هم يا فندم عايزينها كده، عايزينها تخرب عشان هم يكلفوا اللي على هواهم وهيكون طوح في يدهم. حاج ضياء انا بشكرك جدا جدا على المداخله الطيبه اللي انت يعني انا كنت بتكلم بالمستندات وانت كده وثقت معايا الكلام اللي انا بقوله، وبقول حق الرد مكفول لاي حد عاوز يرد على الكلام ده او المستندات دي او المداخله في الكلام ده. انا بتوجه ليك بالشكر مره ثانيه حاج ضياء، وبرجع لاعزائي المشاهدين ان شاء الله باذن الله بلدنا قوية، مصر كل يوم لفوق وهتعلى وهتعلى وهتعلى. القيادات يا جماعة اللي مش قادرة تشتغل او هتعمل شلل حواليها او محسوبيات مش هتواكب التعليم الجديد، مش هتواكب ثورة التعليم الجديدة، النهضة التعليمية الجديدة اللي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها من نفسه كده يقول يا جماعة متشكرين اتفضل، وسع مكان لغيره يكون قادر على العطاء. ادوش ان هنهض بين اللي هو، لكن اللي انا شايفه من خلال المستندات والمداخله انا بقول للدكتور طارق شوقي، بقول للدكتور محمد عمر اللي راح مخصوص اسوان وحضر مع المعلمين هناك، الكلام ده حرام واللي بيحصل ده حرام. انا معايا مستندات، انا ما بتكلمش من عندي، انا بتكلم بمستندات عن مديريه التربيه والتعليم في اسوان. الحل ايه؟ هنعمل ايه؟ اتمنى ان الترم الثاني باذن الله تعالى ان شاء الله يكون فيه خير لتعليم جديد. الدوله صرفه مليارات، صارفين مليارات كتيره، بنية تحتية وبنية أساسية وتابلت وصبورات ذكية وصبورات غالية جدا جدا، تعليم جديد عايزين نجني ثماره، لكن بالطريقة اللي احنا بنعمل دي اللي معروضة النهاردة لا ده حرام، ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده ما ينفعش اطلاقا خالص اطلاقا. يا ريت على بداية الترم الثاني ان شاء الله نلاقي قيادة متفتحة تقود العملية التعليمية فيها. أسوان عاصمة الثقافة، أسوان السد العالي، أسوان أبو سنبل، أسوان بلد العقاد، ما ينفعش اللي بيحصل فيها، ما ينفعش اللي بيحصل في معلمين أسوان. ويا ريت تكون في مسابقات حقيقية فعلا، حتى لو تم انتداب قيادات من وزارة الاختبار فيها، على سبيل نطلع منتج جميل جدا يقدر يقود العملية، يساعدنا في التعليم الجديد، يساعد الدولة فيها. اتمنى ان يكون صوتي من خلال برنامج رشيد التعليميه يكون واصل للدكتور طارق شوقي والدكتور محمد عمر، وانا واثق تماما انهم بيتابعوا البرنامج كويس جدا 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 وفي اهتمامات كبيره جدا، لان احنا لا مع حد ولا احنا ضد حد. اتمنى باذن الله تعالى ان الترم الثاني يكون فيه خير لمعلمين اسوان، واكيد ان شاء الله هيحصل باذن الله تعالى. قبل ما ننهي حلقتنا النهارده، احنا طبعا في امتحانات الفصل الدراسي الاول، بتمنى لاولادنا الطلاب بالكامل ان شاء الله النجاح باذن الله تعالى، وبقول للناس ما تستعجلوش على التعليم الجديد. لو زرتوا رياض الاطفال، لو زرتوا الصف الاول ابتدائي، هتشوفوا حاجات جميله جدا جدا في التعليم الجديد، حاجات هتبهر الدنيا كلها فيها. ولادنا في الكيجيات اللي هو الاساس اللي احنا بنبني بيه خير، انتظروا خير وخلينا متفائلين جدا وما نلتفتش للاشاعات، وخلينا ماضيين في طريقنا باذن الله عشان ننهض ببلدنا باذن الله تعالى. وبشكركم واشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقوى صحه في مصر.
نيو هارت اسم يعني صحة المصريين، مع أفضل خدمة مستمرة خلال 24 ساعة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لنا، بمستشفيات نيو هارت المعلمين بالقاهرة ومستشفى النهار بمدينة نصر، وأفضل علاج للأورام بالإشعاع مع خدمة IMRT بمستشفى الخير بالمنصورة والأولى بدلتا مصر. للتواصل مستشفيات المعلمين بالقاهرة 010-688-72-33، الأنجلو 010-28-03-757. نيو هارت اسم يعني صحة المصريين.